مصر تكلم نجاحاتها على الساحة الإفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي من العام الجاري حتى عام 2026. العدوان على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران مناقشات مؤتمر ميونخ للأمن. قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بقطاع غزة دون خطوط حمراء، وتحذيرات دولية وأممية من مغبة أي عملية عسكرية في رفح. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حققت مصر نجاحا جديدا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الإفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي من عام 2024 إلى عام 2026. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا لدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مدينة ميونخ الألمانية في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الحالي. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. يجتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن. ومن المنتظر أن تهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التباحث في المؤتمر، فضلا عن المخاوف بشأن الالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها. في وقت تضرب فيه الأزمات أماكن متفرقة في العالم وتعاني مناطق عدة من وطأة الحرب، يأتي انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن في أجواء مشتعلة. العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، كما يتناول موضوعات مهمة مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع والرؤى الجديدة للنظام العالمي والتداعيات الأمنية تغير المناخ. مؤتمر ميونخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين 16 إلى 18 من فبراير، ويشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بالأمن الدولي. المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية، كما يعد المكان الوحيد تقريبا الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات، بما في ذلك الحكومات المعادية لبعضها وقادة وخبراء في الأمن معا. النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على تأسيسه، ففي شهر فبراير من كل عام يجتمع كبار السياسيين من قارات العالم في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي، حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963، وكان يطلق عليه آنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي، إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي، واعتبر لسنوات مؤتمراً للدبابات والصواريخ المضادة،
وبوصفه مؤتمر ميونخ للأمن انفتح جدول أعماله أكثر على قضايا الأمن العالمي. ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنويا في شهر فبراير، إلا أنه في عام 2021 كان لابد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحة كورونا. في ميونخ ستشعل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسئلة مثل: إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية؟ وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع؟ كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. مزيد من القراءة والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الألمانية برلين الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية. دكتور عبد المسيح، بعد التحية، في البداية كيف ترى دلالات الحرص القائمين على مؤتمر ميونخ للأمن والسلم إلى الوجود المصري والمشاركة المصرية في هذا التجمع الهام؟ تحية لك بداية وللسادة المشاهدين. لا شك أن يعني الحضور المصري والوجود المصري في هكذا مؤتمر مهم، خصوصا في هذه الفترة ربما التي يمر بها العالم من تقلبات أمنية وحروب وخلاقل في كل مكان حقيقة، ليس فقط في المنطقة العربية. اليوم أوروبا أيضا ربما منذ سنتين تعاني وكثير من بقاع العالم، لذلك الوجود المصري في خضم هذا الصخب الذي يشتعل العالم مهم جدا وله دور كبير وله تأثير كبير، خصوصا وأن مصر تلعب دور مهم كثيرا في أهم الملفات المطروحة اليوم ربما. صحيح. على أول يعني قائمة المواضيع التي ستطرح في هذا المؤتمر وهي الحرب في غزة. مصر لها دور قيادي وريادي في هذا الأمر ودور حاسم ربما في مصير هذه المعركة وفيما سوف يترتب عليها، إضافة إلى الدور الأساسي أيضا في كثير من الملفات المطروحة كملف اللاجئين وغيره. كل هذه الأمور مهمة جدا وهي يعني في أول سلم المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر، ولذلك مصر بهذا الحضور تشكل لا شك أن رقم صعب وحضور مهم في هذا السياق. الأحداث في قطاع غزة يبدو أنها فرضت نفسها على مؤتمر ميونخ في دورته هذه، ما هي أبرز الخطوط العريضة المطروحة أو التي طرحها الحضور من خلال مشاركتهم في مؤتمر ميونخ؟ يعني كما تفضل طبعا يعني الحرب في غزة طغت فعلا على، خصوصا يعني أن هذا المؤتمر هو مؤتمر للأمن بشكل أو بآخر، وبالتالي اليوم الحرب في غزة لا شك أنها تشكل تحدي أمني كبير للعالم، ولذلك اليوم التحديات أو المواضيع التي تطرح أولا يعني كما بات واضح ربما منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن هو قضية أولا حماية المدنيين، قضية مهمة جدا، وكيف يمكن أن يعني يخرج هذا المؤتمر بصيغة يمكن أن تفرض حل لحل سياسي لهذه القضية ولتجديد أيضا المدنيين شر القتال بشكل أو بآخر. هنالك أزمة إنسانية وأزمة فعلا يعني أزمة حياة أو موت بالنسبة لقطاع غزة، إضافة إلى لا شك يعني اليوم قضية الهجوم على مدينة رفح وهذا التحدي وهذا ربما الاستعصاء. صحيح. الكبير وربما يعني القنبلة الموقوتة التي إذا انفجرت يمكن أن تؤدي فعلا إلى تفاقمات سيئة جدا في سياق الحرب في غزة، أيضا هذه بصميم المواضيع المطروحة، إضافة إلى يعني طبعا ربما ما بعد الحرب كيف تتعاطى، كيف يمكن أن يتعاطى المجتمع الدولي مع نتائج هذه الحرب في حال فعلا استمرت إسرائيل في عدوانها وضربت مدينة رفح. كل هذه القضايا متفجرة جدا في الدخل. صحيح. دكتور، يعني هناك تحذيرات من الحضور فيما يتعلق بالتعامل الإسرائيلي الكارثي فيما إذا أقدمت إسرائيل على عملية تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، كيف يمكن أن يتم استغلال هذا الأمر في مزيد من الضغط على إسرائيل لإثنائها فيما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية بالتأكيد لإثنائها عن مثل هذا الأمر؟
تماما. يعني هذه نقطة ربما مهمة جدا. يعني الجدير بالذكر ربما هنا أن يعني نتائج عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والذي تعمل عليه ربما إسرائيل بشكل حثيث والذي تتصدى له مصر منذ بداية الحرب حقيقة وليس الآن، هذا أمر يعني يخص أو ربما ينعكس على العالم كله. يعني قضية التهجير لن تقتصر نتائجها السلبية على القضية الفلسطينية، بل سوف تنعكس على كل دول الجوار وسوف تستمر وتنتقل شظاياها أيضا إلى القارة الأوروبية. كما نعرف أن كل موجات اللجوء بشكل أو بآخر والتهجير القسري التي جرت في المنطقة، إن كان في سوريا، في لبنان، في العراق، في كل هذه المناطق، في ليبيا، في كل الدول التي انتهبت في هذه الحروب، بالنتيجة انعكست بشكل سلبي جدا أيضا على القارة الأوروبية. وبالتالي القضية هي قضية أمن دولي حقيقة، ليست يعني مجرد أمن مصري ولا حتى أمن فلسطيني. صحيح القضية دكتور. هنا أن مصر هي تقف ربما في المقدمة، ولكن هذه القضية قضية عالمية ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر من برلين، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا غراندي إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن أوضح غراندي أن تهجير الفلسطينيين سيكون كارثة على الفلسطينيين وعلى مستقبل السلام في المنطقة. استشهد 4 مرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء. وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قرب نفاذ الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع الطبي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية. ونشدت المؤسسات الأممية كافة سرعة تدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال مع نقص حاد في المياه. ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول لمستشفى ناصر الذي لا يزال يعمل في قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل المستشفى.
يأتي ذلك بعد عملية إسرائيلية أجبرت العاملين بمجمع ناصر الطبي على الخروج وترك المرضى. أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي على الفرار من مستشفى ناصر تاركاً المرضى وراءه. ودعت منظمة أطباء بلا حدود القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مستشفى ناصر في خان يونس فوراً. وفي السياق شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين مشيرة إلى عدم توفر مكان آمن في غزة. وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة دمرت أو تضررت بشدة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 28,775 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر. وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى إصابة 68,552 شخصا، لافتة إلى وقوع نحو 112 شهيدا وإصابة 157 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل هي استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والفلسطينيين بهدف وأد أي جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني. تتواصل الجهود المصرية والدولية لثني إسرائيل عن شن هجوم على رفح. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء عرب على خطة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، تشمل وقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين. في رفح التي تحولت إلى مخيم ضخم يحوي ما يقرب من 1.5 مليون نازح من شمال غزة، تتسارع الجهود الدولية من أجل ردع إسرائيل عن شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة أقصى جنوب القطاع المحاصر. الجهود المصرية في هذا الإطار ما زالت تتواصل، حيث اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على توحيد جهودهما والدعوة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح، كما اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة في الضفة. وفي لقاء آخر مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات شددت على ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين. التحذيرات من شن هجوم على رفح نقلها أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا موقفه بضرورة حماية المدنيين ومحذرا من عواقب كارثية في حال أقدمت إسرائيل على شن عملية في مدينة رفح بقطاع غزة من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ نتنياهو مجددا أن الأولوية الفورية يجب أن تكون للتفاوض على هدنة إنسانية للسماح بالإفراج الآمن عن المحتجزين وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزة، بما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء عرب على خطة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، تشمل وقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين من الطرفين ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. ورغم الجهود والتحذيرات الإقليمية والعالمية، إلا أن نتنياهو يصر على تجاهل كل ذلك، ضاربا بالقرارات الأممية وقرار محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين وويلات الحرب عرض الحائط، ومعلنا توجيهه أوامر للقوات الإسرائيلية بشن عدوان على رفح التي يتكدس فيها أكثر من نصف سكان غزة بحسب الأمم المتحدة، وتعد أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات التي تعرقل وصولها إسرائيل إلى القطاع، مما يهدد بحدوث مجاعة وأوبئة. We'll be right back.
غزة اتدمرت ما بقاش حاجة. أهلا بكم من جديد. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إن شن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ستكون له تبعات إنسانية كارثية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار العاهل الأردني لأن استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة سيؤديان إلى توسع نطاق الصراع، مشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأونروا. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على أن الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. وخلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أكد ماكرون أن عدد الضحايا جراء الحرب في غزة غير مقبول، مشيرا إلى أن شن هجوم واسع النطاق في مدينة رفح الفلسطينية قد يشكل نقطة تحول في الصراع، ولافتا إلى اشتراك بلاده في المخاوف المصرية والأردنية بشأن التهجير القسري من رفح. وزعت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وأفادت وسائل أعلام بأن مشروع القرار الجزائري يطالب بامتثال جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين، كما يرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف لكل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. أكد مجلس الأمن القومي الروسي أن أعمال إسرائيل وسلوكها في قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وأضاف المجلس أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع تسهم في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. أدان الاتحاد الأوروبي هدم منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية حيث أقامت عائلته منذ أجيال. وفي بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي أكد التكتل أن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين، كما حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف هدم منازل الفلسطينيين بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، مؤكد ضرورة أن تكون الأولوية الإسرائيلية هي العمل على تهدئة الوضع المتوتر للغاية. حذر برنامج الأغذية العالمي من تزايد معدلات الجوع بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بسبب تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في المنطقة. يأتي ذلك في ظل ظروف صعبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية نقص التمويل والتبعات الخطيرة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة. في ظل سياسة ممنهجة تستهدف كل ما هو فلسطيني، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة. ومن أشكال العدوان التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التجويع. برنامج الأغذية العالمي حذر من تزايد معدلات الجوع بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بسبب تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في المنطقة، مشيرا إلى فقدان مئات الآلاف من الفلسطينيين تصاريح عملهم في إسرائيل مع عدم استطاعتهم مغادرة الضفة. وفي ظل محدودية النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، يواجه الفلسطينيون تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يعززه فرض قيود إضافية وإنشاء حواجز عسكرية إسرائيلية تؤدي لعدم تمكن المزارعين الفلسطينيين من بيع منتجاتهم وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق.
مما أسفر عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبينما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، تتأثر رواتب موظفي الخدمة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت ماريكا جودريان نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين إن احتياجات الفلسطينيين تفاقمت بشكل كبير، مشددة على الحاجة الملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة المحتاجين الذين تزايد عددهم من 350 ألفا إلى 600 ألف شخص يعانون بسبب تأثير الحرب على غزة. أفادت مصادر طبية إسرائيلية بمقتل 2 وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في مستوطنة كريت ملاخي شرقي أسدود. وأوضح الإسعاف الإسرائيلي أن الحادث وقع في موقف للحافلات شمال المستوطنة، فيما توجهت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى موقع إطلاق النار لبحث ملابسات الحادث. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقاطع المصورة التي التقطها الجنود الإسرائيليون خلال عملياتهم في قطاع غزة شكلت مادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اعتراف ضباط كبار في الجيش من بينهم رئيس الأركان بقيام الجنود بعمليات سرقة وتفجير بيوت وتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين. كشف استطلاع جديد للرأي في بريطانيا عن تحول الرأي العام نحو رفض أوسع للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر وتعاطف أكبر مع الفلسطينيين. وأظهرت نتائج استطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف أن 66% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، بجانب زيادة أعداد البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينيين بنسبة 7% ليصل الإجمالي إلى 28%، وتراجع أعداد المتعاطفين مع إسرائيل بنسبة 2% إلى 16%. قتل 5 أشخاص من مقاتلي حزب الله وحركة أمل جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدة غارات على منازل في بلدات النقورة وجبل لبونة وعلم الشعب وطير حرفة ويرين، ملحقا أضرارا جسيمة في الممتلكات والمزروعات. طالب لبنان مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، كما طالبوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك لوقف تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة يصعب احتواؤها. جاء ذلك في شكوى تقدم به لبنان رسميا لمجلس الأمن الدولي حول سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ بداية التوترات عبر الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل في 8 من شهر أكتوبر الماضي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكوم انطلاق صاروخ فلسطيني مضاد للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن إلى خليج عدن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة أبلغت عن أضرار طفيفة للغاية جراء الهجوم ووصلت رحلتها. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن تنفيذها أمس 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيرات في مناطق سيطرة قوات الحوثي باليمن. نفت الخارجية السودانية صحة المزاعم التي نقلتها بعض الأوساط الإعلامية من أن الحكومة السودانية تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق في السودان.
وجددت الخارجية السودانية التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 من مايو الماضي وما عقبه من التزامات حول الشأن الإنساني، مؤكدة أن سياسة الدولة السودانية في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء. ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة وإخلاء كل المرافق الإنسانية والخدمية والمدنية ومنازل المواطنين، وأن ترفع يدها عن العمليات الإنسانية. أعلنت لجنة تحقيق روسية إطلاق تحقيق إجرائي في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافاليني في أحد السجون. يأتي ذلك بعد إعلان مصلحة السجون في منطقة يامالونينيتس وفاة نافاليني، مشيرة إلى شعوره بحالة من التوعق قبل فقدانه الوعي بشكل فوري وفشل محاولات إنعاشه من قبل الطاقم الطبي. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعة لها. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيداً من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. الأول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد، دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير الحمد لله، سهلوا لنا كل حاجة الحمد لله، بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلوا لنا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات، هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب.
تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن كل شاب من دولة السلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة وعلى رئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم أكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا، وفخورين بجيش مصر، وفخورين بسيادة الرئيس إن هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كما ضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. دائما بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جدا في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل ل 20 و30 و40% في بعض السلع، ودايما بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايما بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي. احنا عشان رفع العبء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد، المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في دخلة رمضان. مبادرة كلنا واحد عليها يعني حمل كبير ان توفر سلع بكميات كبيرة، موجود معاك في كل مكان للقوافل في الشوارع في الميادين، هيبقى موجود معاك في القرى هتلاقي السيارات القوافل. اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي. ده واجب علينا كشركة مصرية وطنية، واجب كل الشركات ان هي تشترك في المبادرات اللي زي دي، واحنا دايما بنحاول نوفر يعني اعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا، خصوصا الجبن والألبان والعصائر. ان شاء الله نشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكرونة ومنتجات البقوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. حصل تنسيق لينا مع وزارة الداخلية في ان احنا نطرح السلع بتاعتنا وتحديدا منتج الفول، عشان حضرتك عارف ان احنا داخلين على موسم رمضان وهو من اكتر الاصناف اللي بتستخدم في رمضان. عقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية، وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان، والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع. تقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد، بنقدم مسلى وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة. يا بلادي روحي فدا ليكي، أقدم حضرات كانت فيكي، أنبياء وعاشوا في أراضيكي، محروسة مصر ومحمية. بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نحب نطمن المصريين ونقول لهم إن البضاعة موجودة، الفول موجود، الرز موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة هتقضي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان.
ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بإجمالي 2148 منفذاً ومعرضاً رئيسياً وفرعياً وشادرا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة دي، دايما حريصين على المشاركة في المبادرة، ودي مش أول مرة احنا نشارك، احنا دايما بنفخر بمشاركتنا ودايما مؤمنين بدورنا المجتمعي. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تشهد مبادرة كلنا واحد تطورا ملحوظا، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. انطلق ماراثون من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان تضامنا مع أهلنا في غزة في محمية وادي دجلة بالمعادي بمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمسؤولين. يأتي الماراثون الخيري كرسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة. من محمية وادي دجلة بالمعادي وتحت اسم Run for Gaza انطلق ماراثون لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية. الاحتفالية تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع. ندعم إخواتنا الناس بلا فول 4 شهور بتتعذب دلوقتي، فحاجة بسيطة جدا جدا يعني انها ممكن تتعمل، ان احنا بمجرد ما نجري وبالربح بتاع المسابقة ان شاء الله يعني ده يخف عنهم شوية. مشارك اليوم كتير مهمة لأنه خاصة أنه في كتير أجانب عم موجودين، فنحن كفلسطينيين لازم نكون حاضرين، وهيدا أقل شيء ممكن نعمله لنظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة، مع كل شيء عم بيصير اليوم بغزة، كل هاي الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقتل، هيدا أقل شيء ممكن نعمله. جئت للمشاركة بسباق 5 كيلومترات، وأتمنى أن يساعد هذا الماراثون الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجهون من معاناة. أتمنى من ربنا أن ترجع فلسطين أحسن من الأول، وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش، وربنا يرفع الكرب إن شاء الله. طبعاً السباق ده ليه أهمية كبيرة لإخواتنا في فلسطين، وأن احنا نساهم في أي حاجة ندعمهم بيها بأقل حاجة حتى لو كانت بسيطة، هي بتفرق قوي معاهم. بصوا، اولا انا فلسطينيه من غزه، فانا بقى سعيده جدا بحدث رياضي كبير زي ده انه يقام على الاراضي المصريه، وان الناس كلها جايه مبسوطه وفرحانه وجواها طاقه ايجابيه وطاقه امل انها جايه تساعد اخواتنا في فلسطين، فده شيء جدا يفرحني. إذن هي فعاليات تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.
عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان استكشاف استراتيجيات النجاح المستقبلية. تستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 من فبراير 2024 ما بين محافظتي القاهرة والأقصر، وتناقش النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يعرض المؤتمر الحلول المناسبة لهم وكيف يتم استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال. المؤتمر النهارده مهم جدا، واحنا كبنك اوروبي بنساند المؤتمر ده بقالنا 9 سنين. اهميته ان هو بيجمع نخبه من سيدات الاعمال والمشروعات الصغيره والمتوسطه في الوطن العربي. النهارده طبعا جاي في وقت مهم جدا، ان احنا بنمر مرحله حرجه شويه، عندنا مشاكل كتير قوي اقتصاديه وسياسيه بنمر بيها، ولازم نساعد على قد ما نقدر المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان هي دي اللي هتشد الاقتصاد، يعني هي الامل الوحيد دلوقتي في اللي بنسميهم الاس ام ايز، المشروعات الصغيره المتوسطه. دي مبادره من القطاع الخاص ان هو يسعى الى دعوه المجتمعات العالميه انها تشوف انجازات المراه المصريه ومستوى ثقافتها ومستوى مساهمتها في الاقتصاد المصري، وازاي نقدر نتعاون مع بعض ونوري صوره ايجابيه للسياحه والاستثمار والامان اللي البلد موجوده فيه. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. مصر تكلل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضواً بمجلس السلم والأمن الأفريقي من العام الجاري حتى عام 2026. العدوان على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران مناقشات مؤتمر ميونخ للأمن. قوة الاحتلال تواصل انتهاكاتها بقطاع غزة دون خطوط حمراء، وتحذيرات دولية وأممية من مغبة أي عملية عسكرية في رفح. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.